تحت. فكرية تيتاح المك جايزة اتكرر تاني. الهزيمة مش معناها الفشل، ده معناها انك سعيتي وحاولتي وربنا ما وفقكيش. انت ازاي تدخل اوضتي من غير ما تخبط؟ بس احلى حتة فيه لما مامته زعقت له علشان النيش. ما ينفعش حد يتكلم او ياخد قرار وهو غضبان. ما انت عارف اني ما بعرفش اكذب. عاوز اسحب ملف جميلة من المدرسة. عايزاكي في موضوع مهم. انت عارفة ان نورة اتهمتني انا في الفيديو ده؟ اللي نشر الفيديو ده قاصد يحبطك، فاوعي تخليه يوصل للي هو عايزه. لو في حد هيمشيك من المدرسة دي هيكون انا. انا ليه بيحصل معايا كده؟ عندي خطة ممكن تكسبنا ملايين. انت جبت الشر ده كله منين؟ الموضوع اكبر من كده بكتير. معقولة؟ اعمل تيك توك ازاي؟ اصور ازاي؟ وجمهوري ومتابعيني؟ السهر على التليفون هو اللي بيجيب الاحلام الغريبة. صاحبك ده انت واثق فيه؟ ده معتز داتا. لو خلصت طبق الكوسة مع الرز كله تليفونك هيرجع. على فكرة بقى دي كانت كلها افكار نورة. انا؟ كنت استنيت اعتذر لك في البيت وخلاص. حاسة كده انهم هيعرضوا عليا مسلسل في رمضان. اهلا بحضراتكم من جديد في التاسعة. في 2022 اطلقت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اكبر محتوى اطفال في العالم العربي من خلال خريطة برامجية كبيرة جدا ومسلسلات واعمال كرتونية وايضا دراما. يمكن اللي احنا شفناه كان احد هذه الاعمال الهامة بالاطفال واللي هيتم عرضها في رمضان القادم. عندنا قبل كده شفنا يحيى وكنوز، شفنا تيسكفري، شفنا نور والكوكب السعيد. السنة دي في مسلسل جديد وفكرته والجديد فيه ان هو مهتم بشريحة معينة من الاطفال ونقدر نقول المراهقين. منورنا في الاستوديو النهاردة الكاتبة كاتبة هذا العمل والغير من الأعمال الخاصة بالأطفال الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عزت. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا فندم. منورانا وكل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب دكتور يوسف. أهلا وسهلا. كتابة الأطفال معروف إنها كتابة صعبة جدا. حقيقي. وأعتقد إن ده مش أول تعاون بين حضرتك والشركة المتحدة من خلال المسلسلات الأطفال. هو الجديد السنة دي بقى. هو الحقيقة أنا شرفت إن أنا بشرف على المحتوى الدرامي لمسلسل نورة. يعني هو كاتب العمل المؤلف الشاب الموهوب محمد عدلي، انا بشرف على المحتوى الدرامي. نورة كل التحية لي طبعا. طبعا نورة الحقيقة يعني عمل انا فخورة بيه لانه مع بالتزامن مع اطلاق القيادة السياسية مشروع تنمية الأسرة المصرية كان لازم يبقى فيه اهتمام بعناصر هذه الأسرة. فالمجلس القومي للمرأة أطلق برنامج نورة برعاية السيدة الفاضلة السيدة أنصار السيسي الداعمة دائما للمرأة وللفتاة المصرية، وكان الهدف منه هو تمكين الفتاة بالذات في الكرة اللي هي مشمولة بالرعاية من قبل مبادرة حياة كريمة. فإزاي حضرتك تقدم عمل يعبر عن الفتاة المصرية يبقى أيقونة للفتاة المصرية؟ أنا دايما كنا بنقول إحنا ما عندناش أيقونة للبنت المصرية، دايما متعلقين بالغرب. لا، عايزين بنت مصرية بقى بسيطة جدعة بتواجه صعوبات، ممكن تقع بس ترجع تقف تاني، علاقتها بأسرتها شكلها إزاي بنعدها أنها تواجه المجتمع، تواجه سوق العمل، تواجه المشاكل اللي ممكن تعترضها اجتماعيا ونفسيا وصحيا. كل ده يعني بنشتغل عليه المجلس من خلال برنامج نورة. بينزلوا الكرة بنعمل شغل مع الفتيات في الكرة، ولكن عشان تتبرر الفكرة أكتر كان لازم تتقدم من خلال عمل بقى أنيميشن للأطفال. يعني ده مش مجرد مسلسل، ده هو مشروع بالضبط كامل اسمه نورة بالضبط، والعمل ده ترجمة بقى للي هيحصل بالضبط. طيب ومسألة المراهقين بقى بالزبط. الفترة دي تحديدا الفترة الزمنية هي نورة بقى. الميزة كمان إنها حضرتك بتخاطب شريحة يمكن ما فيش عمل قبل كده خاطب الشريحة دي. يعني احنا بنشتغل دايما على شريحة 8 سنين 10 سنين، لا هو فما فوق بقى. ايه مشاكل المراهقين دلوقتي؟ من خلال نورة احنا مش بنقدم عمل خاص بالأطفال، احنا بنقدم عمل خاص بالأسرة المصرية. علاقتها بأخوها الأصغر منها، علاقتها بوالدتها ووالدها، علاقتها بجدتها كمان. فانت حضرتك بتشوف المراهقين في الفترة دي وبالذات في العصر اللي احنا فيه
السوشيال ميديا تأثيرها إيه عليهم؟ المشاكل اللي بتواجههم من خلالها، وده بنشوفه بقى في العمل، بنشوف إزاي مثلا المنافسة ما بينها وما بين زميلتها في المدرسة، أخوها اللي بيتعرض ساعات لمشاكل إنه عايز يبقى بلوجر، والحاجات اللي بنسمع عنها الولاد ممكن اللي دلوقتي موجودة في كل بيت. بالضبط. فإزاي إحنا نواجه ده؟ وإزاي كأب أو كأم أتصرف مع ابني أو أتعامل معاه لو واجهته مشكلة من هذا النوع؟ فده مهم جدا حقيقة انك بتوعي الأسرة وفي الوقت نفسه بتقدم نموذج ممكن يكون شبيه ليه موجود في بيوت كتير، بس مش عارفين ازاي يتعاملوا مع اولادهم لو تعرضوا لمثل هذه المواقف. فلما يتعمل في قالب درامي، وطبعا هو الانيميشن وشغل الكرتون هو الصغار والكبير بيتفرج عليه، بالظبط، مش الاطفال بس. بالزبط. فانا كأب هتعلم والأسرة كلها تبدا في شكل. طيب ده هياخدنا للرصيد او المخزون. أيوة. اللي حضرتك بنيتي عليه. أيوة. بما ان حضرتك مشرفه على المحتوى الدرامي الخاص بالاطفال. ايوه. اكيد في جولات، انا عارف ان حضرتك عملتي جولات في الصعيد. ده حقيقي. الاماكن اللي صحيح. كان فيها حياه كريمه. صحيح. كلمينا عن تجربتك بقى في التعامل مباشره على الارض مع النماذج دي، مع يعني نورة بقى اللي موجودة على الأرض. بالظبط. عايزة أقول حضرتك إن أنا يعني لسه ما فيش من 4-5 أيام كنت راجعة من جولة مع المجلس القومي للمرأة في برضو إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتمكين الفتيات والأطفال في قرى في النوبة والقرنة والطارف، وقعدت مع بنات في سن نورة. وشفت بيفكروا إزاي البنات دكتور يوسف، عندها يعني ثقة بالنفس بس محتاجة اللي يدعمها، عندها طموح، عندها أفكار بس محتاجة اللي يحطها على الطريق، اللي يديها ثقة بنفسها أنها تقدر تعمل حاجة، تقدر في المستقبل تضيف، تبقى فاعلة في المجتمع. برنامج نورة بيحقق ده من خلال الجلسات اللي بتعمل مع الفتيات، جلسات نفسية نشوف مشاكلهم، جلسات اجتماعية ازاي تتعامل لو واجهت اي موقف من مواقف الحياتية اللي ممكن تواجهها بقى لما تنزل يعني للشارع، لسوق العمل، للجامعة. فكل ده في الصعيد تحديدا؟ لا بنتحرك في كل الكرة، بس يعني مؤخرا انا كنت فعلا في الصعيد، لكن المشروع قائم مع بالتزامن مع مشروع حياة كريمة في كل الكرة المصرية اللي هي الكرة الأكثر احتياجاً اللي بتشتغل عليها مشروع حياة كريمة. فأنا بشتغل مع حياة كريمة كسفيرة الحياة كريمة، وبتشرف إن أنا بشتغل مع المجلس القومي للمرأة أيضاً. وإحنا كنا من فترة تناولنا مسألة المبدع الصغير وشفناها في الصعيد نماذج مبهرة. طب طمنينا على أولادنا هناك بيفكروا إزاي؟ البنات هناك نورة في الصعيد بتفكر إزاي؟ نورة في الصعيد أولاً عندها تطلعات. أما قعدت مع البنات عايزين تطلعوا، واحدة قالت لي مثلاً عايزة أطلع رائدة فضاء. إن شاء الله. بنت تانية قالت لي أنا عايزة أعمل مشروع، لأن إحنا بنشتغل على كمان ريادة أعمال وتثقيف مالي للبنات. تثقيف دول تثقيف مالي؟ للشريحة دي؟ بمعنى عشان بمعنى حضرتك إن أنت لو معاك مبلغ إزاي تتصرف فيه، وإيه الفرق بين الاحتياجات والرغبات. إيه الفرق بين الاحتياجات يعني إيه قوة شرائية؟ ايه هي القوة الشرعية؟ ده من سن كام حضرتك؟ لان اكيد كل اب بيواجه النقطة. والله انا بشتغل بقى مع ده من سن 7-8 سنين مع الأطفال سنين. بقى تثقيف مالي اشتغلنا ده في كفر شبرا اليمن في الغربية. واشتغلنا ده في الطارف في القرنة، ومؤخرا في تومس معافية كذا قرية. أنا قرى أول مرة أسمع عنها، معلش جاهل أنا بالقرى. لا أنا من ناحية الغربية بس. شبرا شبرا اليمن كفر شبرا اليمن كفر في الغربية. أنا أعرف شبرا بابل بس لا في كفر شبرا اليمن في الغربية، وفي نهطاي في الغربية كمان اشتغلنا فيها. نهطاي أعرفها. يعني نورة هتكون فتاة صعيدية؟ لا هي مش فتصعد. لا احنا مش عايزين نحدد هي عايشه في القاهره. مش عايزين نحصرها في محافظه معينه او قريه معينه، بحيث انه اي بنت بتتفرج على نوره هتحس ان نوره منها. وهي من نوره، وايه علاقتها كمان في نقطه حضرتك مهمه جدا، علاقه البنت باخوها بالذات لو البنت اكبر بيتعامل معاها ازاي. ولا وساعات في بنات بيبقى شخصيتهم قويه حتى على الاخوها الاكبر كمان. بالظبط. مش هيك كبير. فازاي ان هي بتحتويه، وازاي ان هي كمان علاقتها بجدتها. فده حلو قوي ان حضرتك بتقرب. كمان دايما بنقول عندنا فجوه ما بين الاجيال، لا هي نوره صديقه لجدتها وبتدعم جدتها، وجدتها صديقه ليها. وازاي هي يعني الاسره كلها متشابكه مع بعضها. احنا مش عايزين نحرق العمل. لا طبعا. وانا هساعد حضرتك على ده. طبعا. لكن مهم بقى طالما حضرتك نزلت على الارض وشفتي بقى في شرق وغرب وشمال وجنوب البرامج
اللي بتقوم بها الدولة في مسألة وعي التنمية وعي الأسرة المصرية وتحديدا أطفالنا. السيد الرئيس كتير بيتكلم عن بالزبط. إن إحنا لازم نبدأ من تحت بالظبط من الحضانة. حضرتك بتقولي لي 7-8 سنين وبيتكلميهم على التثقيف المالي. أيوه إحنا اللي بيدي ابنه مصروف لازم يخلصه. إحنا فدي ثقافة مش حلوة. صحيح صحيح. التجارب دي والبرامج اللي بتعملها الدولة أخبارها إيه على الأرض؟ أخبارها الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك أنه أنا كل مرة بنزل قرية برجع في منتهى السعادة. وترجمة اهتمام القيادة السياسية بده أنه بقى في اهتمام بالأطفال، أنه حياة كريمة كمشروع هدفه تنمية الأسرة، هدفه أنه يروح القرى الأكثر احتياجا يشوف احتياجاتها إيه، لكن أنه يتوجه كمان للأطفال. وكذلك المجلس القومي للمرأة معنيه بالمرأة كمان بيهتم بالأطفال عشان لو الطفل هيبقى هو اللي جاي بالظبط. فانه الاهتمام بالطفل بقى موجود على ارض الواقع مش مجرد كلام. يعني انا بلمسه منين ما بروح قريه برجع وانا في منتهى السعاده، ان بشوف الولاد دول بيفكروا ازاي، عندهم تعطش ان هم يسمعوا يعبروا عن رايهم يحلموا ايه تفكيرهم، تحس إيه؟ ان هم كانوا محتاجين بالزبط. نوافذ يبصوا منها على المجتمع والناس تشوفهم ويحس بيهم وبعد موجود بالظبط، وحاسين ان احنا بننزل لهم لحد عندهم والاهتمام بيهم وبنسمعهم وببقى حريصه ان انا اسمع كل واحد فيهم مهم. واقوم وانا بسمع، لو لقيت كلمه ممكن اقومها، تصرف ممكن بهدوء وبلطف يستجيبوا. واعتقد ان ده ممكن يشجع كمان اولياء الامور ان هم يسلكوا نفس المسلك اللي حضرتك بتعمليه. ده حقيقي، لان احنا يعني انا بشتغل كذا يوم، فبيبقى في لقاء مع الاطفال وفي لقاء على مسرح حضرتك، بيبقى في بقى كل الاعمار، فبيبقى في الاهل والجدود والاطفال. فالتعامل بالاطفال المباشر ده، انا اذكر في طفل قال لي، بقول له عملت ايه حياه كريمه؟ قال لي جمله دكتور الحقيقه انا ادهشتني، قال لي خلتنا نعرف نحب بعض. خلتنا نعرف ده عنوان عريض. خلت حياتنا احسن. يا الله، لما حضرتك تشوف اطفالنا والله يعني فيهم كنز. والله كنز. لما تشوف حضرتك في برضه مع المجلس، لما بنزل بقعد مع الولاد عارفين ازاي بقى دلوقتي ايه اختار الهجره غير الشرعيه، بنشتغل على مناهضه هجره غير شرعيه الاطفال. لان ما هو الطفل ده حضرتك هو اللي هيبقى شاب بعد كده وهيهاجر، او هو الطفل اللي هيطلب طلبات مغالى فيها، فيخلي الاب يهاجر بالظبط عشان يحقق هذه الطلبات. دي زاوية مهمة جدا جدا. فاشتغلنا ده في دير مواس مثلا. دير مواس المنيا، ابعد حتة في المنيا. ايوه. واشتغلناه في الطارف في القرنة، واشتغلناه يعني اشتغلته في كذا منطقة برضو، المناطق اللي هي في دراسات اتعملت ان فيها اكبر نسبة هجرة غير شرعية. فنورة يعني بقى كان في داتا او معلومات واحصاءات بتشتغلوا من خلالها، خريطة بتتحركوا من خلالها. نورة بقى هيعالج كل الكلام ده بس في قالب درامي لطيف، حضرتك مش هتحس ان في حاجات موجهه، ولكن بيعالج زواج الفتيات المبكر، التثقيف المالي، الهجره غير الشرعيه، تعرض الفتاه للابتزاز مثلا. بالظبط. الابتزاز الالكتروني. كل الكلام اللي ممكن الولاد يواجهوه دلوقتي، اضافه للمشاريع او المبادرات اللي بيشتغل عليها المجلس، كل ده هيبقى موجود في نوره بس بشكل لطيف غير مقحم في الدراما، في سياق الاحداث، بحيث انه نوصل رسائل بس من خلال حدوتة بنت مصرية، كل بنت هتشوف نفسها فيها إن شاء الله. من خلال طبعا الإنتاج اللي هتقوم بيه الشركة المتحدة السنة دي، بتقدم 4 أعمال أنيميشن كرتون. فده الحقيقة يعني شيء يحترم وشيء مقدر جدا. وغير كمان مسألة الدراما، احنا الفقرة اللي فاتت حضرتك ممكن تابعتها معانا. أيوه. الدكتورة نادية عمارة. أيوه. مسألة الكتاب بالظبط، وفي فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة. برنامج رائع. أيوه. يعني حاجة طبعاً فكرة يعني رائعة، أفكار. وتلاقي الاطفال، انا بشوف البرومو بتاع البرنامج بسمع اسئله. انا شخصيا مبهوره بيه، لانه بيسمح بيدي مساحه الاطفال تعبر عن اسئله بدور في ذهنها، وممكن ما تعرفش تسالها، او لو سالتها في المكان الغلط او مع الشخص الغلط تاخد اجابات تضللها. فان الاسئله توجه لفضيله الدكتور الشيخ علي جمعه، هو ده المكان الصح اللي نسال فيه، او الشخص الصح اللي نتوجه له، وهنسمع الاجابه الصح فعلا. فقصدي إن كل مؤسسات الدوله دلوقتي بتعمل على الاهتمام بوعي الطفل. بالظبط. وده شيء. هل في حاجات تانية مطلوبه تتعمل اكتر من خلال ممارستك على الارض الواقع في
لسه محتاجين حاجات يعني محتاجين برضو برامج اطفال اكتر يعني احنا قدمنا برنامج رحله سعيده والحقيقه كان برنامج يعني ناجح ولا زال بيذاع على شاشه القناه الاولى. محتاجين كمان برامج اكتر لان الاطفال دايما محتاجه يعني حد يبقى باصص عليها وبيكلمها دايما، حد يكون اقوى من المؤثرات التانية اللي سحباهم. بالظبط بالظبط. طب نقدر بقى نفهم نورة هيكون ليه اجزاء بقى؟ ان شاء الله ان شاء الله مشروع يعني يكون ان شاء الله يكون متكامل وكل سنه يبقى فيه جزء بنناقش فيه حاجات ونورة بتتعرض فيه المواقف وبنشوف ازاي بتتصرف فيها. طيب بوجه عام كتابه الدراما الخاصه بالاطفال ايوه يعني حضرتك بتلجئي يعني ايه الثوابت اللي بتبني عليها المنهج اللي بتكتبي من خلاله اي عمل خاص بالاطفال؟ اول حاجه حضرتك لازم اللي بيكتب للطفل يكون ملم بنفسيه الطفل والمشاكل اللي حاليا بقى بتواجهه. ما هو انا النهارده عشان اقدم عمل للطفل لازم انزل على الارض واشوف ايه المشاكل اللي فعلا بتواجه الطفل النهارده، ما اكلموش بحاجه من 10 او 15 سنه دلوقتي بعيده عنه. لازم في قيم بتتقدم، بس شكل تقديم القيمه عامله ازاي؟ قيمة الصدق، قيمة الأمانة، القيم الجميلة اللي تربينا عليها مهم تتقدم في كل عمل، بس الطرح بيختلف حسب الوقت اللي احنا فيه. وده اللي بيشد الطفل، حضرتك تكلمه في مشاكل أو في مواضيع هو حاليا فيها، ممكن يكون واجهها، ممكن يكون صديق ليه واجهها، فيبقى مهتم انه عايز يعرف طب وبعدين هيحصل ايه بالظبط. لكن هو ده يعني ده المحك في الكتابه. حضرتك بقالك كتير بتكتبي للاطفال يعني اكتر من 40 مؤلف تقريبا. طبعا، وانا بقالي 20 سنه بشتغل مع الاطفال، وبدات شغل الاطفال اساسا دراما مع صوت القاهره، شركه صوت القاهره، والحمد لله اخذت جوائز في السيناريو، وبعدين بقى جت مرحله الكتابه من خلال القصص او الكتب. فطول الوقت يعني انا دايما بقول حضرتك انه الكتابه للطفل بالنسبه لي هي جسر للتواصل المباشر مع الطفل. الطفل الكتب طبعا بتاتي في في درجه بعد الدراما طبعا وبعد العمل المصور. صحيح. هل ممكن مؤلفات حضرتك في الخاص بالاطفال، واحنا بنتكلم على 40 تقريبا او اكتر من 40 مؤلف أكتر دلوقتي، يعني عندنا ما شاء الله يعني حصيله حلوه. أيوة. وفي عندنا استعداد من كل المؤسسات المتحده اهوت. أيوة. لا تدخر جهدا في حقيقي. اي حاجه خاصه بالاطفال. صحيح. فنقدر نستشرف المستقبل ان شاء الله يكون عندنا بقى اعمال تانية كمان غير نوره. ان شاء الله. هو ليه نوره بالهاء يعني، هو الاسم الناس عارفه نوره بالالف. لا هي يعني بالهاء يعني الاسم كده حاسه انه يعني في حميميه. في حميميه. ايوه صحيح. الكاتبه الكبيره الدكتوره سماح ابو بكر عزة، طبعا يعني غنيه عن التعريف، ربنا يخلي الفنان حضرتك يا فندم الكبير الاستاذ ابو بكر عزة. حضرتك نورتينا. شكرا. وشرفتينا. شكرا دكتور يوسف. شكرا. وكل سنه وحضرتك طيبه، ومستنيين نشوف نورة وغيرها من الأعمال الخاصة بالأطفال. أنا بحب أتفرج جدا على أعمال الأطفال والله. أتمنى يعني يعجب حضرتك وكل المشاهدين إن شاء الله. لا البروم في حد ذاته يعني أنا عاجبني جدا ما شاء الله يعني. بوجه الشكر حقيقة للمجلس القومي للمرأة دكتور مايا مرسي، بوجه الشكر للشركة المتحدة لاهتمامها بأعمال الأطفال في الموسم الرمضاني ده. إن شاء الله نقدر نقدم السنة دي أربع أعمال، فده شيء يعني شيء جميل، في يعني في اهتمام كل سنة بيزيد، ان شاء الله مزيد من الاعمال اللي يلاقي الاطفال فيها كل يعني حاجه ممكن تشغل بالهم ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه مره ثانيه. شكرا جدا لوجودك معانا. الف شكر يا فندم. دكتوره سماح ابو بكر عزت. ومشاهدينا يعني الدراما الخاصه بالاطفال كل سنه بنستنى رمضان، لكن الاطفال السنه دي هيبقوا على موعد مع مسلسل قيم جدا معمول بطريقه اعتقد مختلفه، وبتتكلم عن المراهقين والفتره دي تحديدا عند اولادنا البنات و الولاد. أنا بشكر حضراتكم، حلقتنا انتهت، وهسيب حضراتكم مع صديقي العزيز الكابتن كريم رمزي ورقم 10، وأشوفكم على ألف خير.